طبعا يتكلم يقول كثير عندي قضايا كثيرة عندي قصص كثير. أول شيء مبسوط أنكم يعني استضفتوني وأنا أتكلم عن معاناتنا معاناة الصوم كلها وأنا واحد منهم، فشكرا لكم على دعمنا ونفس الوقت لنشر قضيتنا. طيب الآن كانت في محكمة كلمني أصم، عفوا كلمني لهم اللي هو الشيخ، طبعا جيت طب شيء خاص لي أنا لازم أقوله قدام القاضي جيد. بعدها أجل بعد 4 شهور بسبب عدم وجود مترجم. بعد 4 شهور رجعت جيت ولقيت المترجم منهم معلم. طيب معلم هم مترجم، في فرق بين المعلم والمترجم. لما أجي وأشوف أنا ما أفهم إشاراته، فأنا ما أبغى أوقع ولا أسمع ولا أتكلم معه إلا يا أخي خلوني أنا أختار المترجم. طيب طيب تعاملوا مع الجمعية، تعاملوا مع يعني ناس متخصص جمعية لغة الإشارة. طيب المفروض إن لأنه عندهم يعني مترجمين مصرحين وناس يعني مهتمين فيها في هذا الجانب. تجيب أحد من المعلمين بس تتصل على أي أحد مثلا معهد الأمل ولا كذا، هذا شيء يعني مو خطأ ومو من صالحنا. فالآن يعني بعد 4 شهور يجيني معلم، طيب ليه ما في اهتمام؟ يعني هناك مفروض قبل الموعد بفترة تأخذوا المترجم تتصلوا مع المترجم ترى عنده موعد في كذا، فالأصم يأخذ من بعد المترجم. لابد أني أعرف من هو هذا المترجم يا أخي، في ناس أفهمهم وفي ناس لا، يمكن ما صعب أني يعني أتواصل معهم.